السلام عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا وسهلا بكم. وهذه حلقه جديده من برنامج بخدمتكم. هذه الحلقه حلقه ميدانيه في مقر الجوازات. هذا المكان هو مكان حيوي يخدم الناس بشكل مباشر، ولهذا السبب حبينا نسوي اليوم حلقه ميدانيه ونحن في شهر محرم الحرم. مشاهدينا الكرام، راح نلتقي بالسيد اللواء رياض جندي الكعبي مدير العام، حتى ممكن يعرفنا بهذه الدائرة وآلية العمل بها إن شاء الله، وأيضا يسمح لنا بالتجوال الميداني في هذه الدائرة. نرحب بك أجمل ترحيب سيادة اللواء رياض. أهلا وسهلا بكم ومرحبا. الحقيقة هذه المديرية مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، المديرية اللي هي من مديريات وزارة الداخلية واللي تعمل على خدمة المواطنين في كل مراحل حياة المواطن العراقي من الولادة إلى الوفاة بعد عمر طويل، ويتقدم خدمات الجوازات والإقامة والبطاقة الوطنية وكذلك شؤون الأحوال وشؤون الجنسية وبطاقة السكن وكل ما متعلق بالمواطن العراقي من الوثائق. جميل. يعني هذا يعني بصراحة سيادة اللواء وردتنا بعض الأسئلة والاستفسارات، يعني وتمت الإجابة عليه من قبل إخوان جزاهم الله خير الإعلام مالكم والعلاقات برفقة العميد ضرهم، هواي إجابات بصراحة. هذا خلانا حافز أن نجي نصور هنا. نسبة الإنجاز أصبحت سريعة جدا بهذه الدائرة، نريد نعرف بالبداية أسباب هذه السرعة بالإنجاز. والله الحقيقة يعني هي عدة أسباب. أولا يعني اختيار العناصر الجيدة اللي تقدر تعمل بشكل زين، إضافة للناس اللي هم تعاملهم طيب مع المواطن، إضافة للمتابعة المستمرة من قبل معالي وزير الداخلية وكذلك السيد الوكيل الأقدم، وضع أجهزة مراقبة الكاميرات اللي تراقب عمل المواطن الموظفين الموجودين وعمل دوائرنا بشكل مستمر وكامل، أيضا تبسيط الإجراءات الموجودة بالنسبة للمعاملات سواء كان الجوازات والبطاقة. هذه كلها أسباب خلت، وأيضا متابعتنا إحنا المستمرة مع دوائرنا وكذلك مدراء الأقسام، وأيضا زياراتنا الميدانية إذا لم تكن يومية فهي أسبوعية. نعم. ممتاز. سيادة اللواء ممكن نتجول يعني إذا تسمح لنا اليوم نتجول برفقة الإخوان مدير الجوازات والأخ مدير الإعلام في هذه الدار حتى يتسنى أن معرفة عن كثب صراحة الآلية العمل. نعم إن شاء الله. إحنا هذا يعني موجود هنا بالدائرة قسم الجوازات والباقي الأقسام الأخرى، وإمكانكم أن تشاهدوهم بعينكم بشكل مباشر. وتفضل. جزاك الله خير. شكرا جزيلا سيادة اللواء. إذا مشاهدينا الكرام بعد الفاصل راح نتواصل ميدانيا مع المواطنين والسيد المسؤول. ما زلنا مشاهدين الكرام مستمرين تغطيتنا في مقر مديرية الجوازات العامة، أو هي اسم آخر يعني أكبر، هو مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة. معنا السيد العميد ماجد عدنان. أهلا وسهلا. حياك الله. الله يحييك. مدير الجوازات سيادة العميد، أريد يعرف المواطن أكونك بصراحة أكو فرق كبير ما بين المعاملة في الماضي كانت اللي تتأخر 6 شهور وبعد نعم. ومن ثم إلى شهرين، ولكن معاملة هي روتينية ما بيها سبل إنجاز سريعة. نعم. الآن نشاهد يعني الجواز خلال يومين أو ممكن يوم الثالث يقدر يستلم الجواز. هذا الإنجاز بصراحة يحسب لكم يعني. أشكرك. أهلا وسهلا بكم قناتكم الموقرة. جواز السفر طبعا جواز هو حق دستوري لكل مواطن عراقي، ومن الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب وبأي دولة من دول العالم اليوم صار قريب عن المواطن، حتى بالخارج اللاجئين المسافرين المقيمين المتجنسين بسهولة يراجع السفارة أو القنصلية الموجودة أو الدار المعنية هناك بالخارج، وتواصلنا مستمر وياهم. هذا على الأعلى أحكي لك على بعد المسافة يعني.
وبسهوله يصدر الجواز. اما بالنسبه للبداخل بما انه بعد المسافه، اي نعم، يعني هناك الاليه نفس الاليه اللي في بغداد. نعم نعم، الموظف المختص عندنا هو موظف وزاره الخارجيه بالوقت الحاضر، هو اللي يملي المعلومات ويرسلها عن طريق البريد الالكتروني، نعالجه هنا معالجه فنيه ونرسل للطباعه. عندنا طباعه بالمانيا، بتركيا، بدبي، بالقاهره، طابعات دول عديده عندنا. مكاتبنا 20 مكتب بالخارج، اي 20 مكتب بالخارج و50 مكتب بالداخل، وفي صدد تطوير هذا الموضوع. الخطوه القادمه راح يلاحظ مو بس العراقي، راح تسلسل الجواز العراقي راح يتقدم. هذا صح تشكو من عنده، صح ان شاء الله القادم افضل بالجواز الالكتروني ان شاء الله قريبا. نعم، هذا يحمل المعلومات البيومتريك، يعني البصمات العشريه، البصمه العين، الفيس، بصمه الوجه، معلومات كامله عندك بالالكترونيه بالسيم كارت الموجود بالجواز، يعني جواز عالمي. هو جواز ورقي لكن بسيم كارت. بسيم كارت بخريطه الكترونيه، واي فشي رائع. هسه قريبا ان شاء الله، مو بعد، قبل نهايه السنه اذا مو هذا الشيء. يعني من جدد الجواز انتظر؟ والله هو يعني يبقى العمل مستمر بالجواز الورقي بصوره متوازيه الى ان التجديد، الى ان توقف منظمه الطيران العالمي توقف العمل بالجواز الورقي بعد ما تقدر تستخدمه، بس يبقى العمل سار بالجوازين بصوره متوازيه. يعني نفس اليه البطاقه الموحده. نعم تقريبا بالضبط. وهم اكو ايضا مشروع التوأم بين البطاقه الوطنيه والجواز العراقي، فتعرف هذا كله يخفف عن المواطن. يعني هسه انت باستطاعتك تملي الاستماره بالبيت. عندنا مشروع الدفع الالكتروني هماتين نمشي بيه، اي فهذا انت بالبيت تقدر تملي الاستماير تدفع الكتروني، بس تجيب لنا الاستماير لغرض التصوير، يعني تحضر تصور تطلع انت تجي معاملتك كامله يمنا. هذا امتى نعمل؟ قريب، كلش قريب، يعني قبل نهايه العام ان شاء الله. يا الله ان شاء الله. اذا هسه احنا تحدثنا عن الخارج، تحدثنا عن بدينا بالداخل بالجواز الالكتروني، لكن الجواز اللي نعمل به اليوم انا ابي اريد اشوف الميدان. شنو رايك نروح نصور نطلع اي دائره يعجبك؟ احنا عندنا بالمقال عندنا جوازات، احنا يا ريت بالمقال، لان هاي عينه تعتبر، وحتى نشوف المواطنين اللي عندهم اشكاليات كذا ممكن يتم الجواب عليها ان شاء الله. ان شاء الله، حياك الله. مشاهدينا الكرام، نحن واياكم وتجوالنا ميدانيا في مقر الجوازات العامه. مشاهدينا الكرام، عدنا معكم بعد الفاصل نشوف الناس اللي هنا موجودين. السلام عليكم، معاملتكم فيه؟ والله عندي وحجة وصاية وداري اطلع لها جواز. ماكو مشكلة؟ لا اكو، ما يصير. لين انا وصية ما يصير، لازم الاب وكيل. الاب مسافر وما ندري بيه، وحرموني من الجواز صار 5 سنين، وهسه هم دا راجع مرة ثالثة. وين حجة الوصاية؟ موجودة وهسه دا انتظراني. من حرامك؟ يعني من جوازات والدولة مانعة. من حق الوصي أو الولي بإصدار جواز سفر للقاصر الذي عمره دون 18 سنة، هذا وفق القانون. حجة الوصاية ما تشوينها. إذا هي وصية تأخذ. لا أمو، قالوا إني ينذكر بالوصاية. أي من ذكر؟ قال واحد الوصاية. هاي وكالة عامة، هاي وكالة مو وصاية. لا عشان هاي وكالة يقول اني شو اسمه؟ مها قد وكلت هاي مها موكلة محامي. منو مها؟ هاي زين، هو انت اريد الوصاية. وكيلهم المحامي ومكلة المتوفية مثل وابنتها فاطمة
على عمره قد تركها منذ 12 سنة دون اهتمام بشؤون رعايتها، وأن موكلة حقيقية المسؤول عن دار الشؤون رعايتها ومن دعوة عليه المرور الحكومة بسلب ولاية، مسوية سلب ولاية وتنصيب موكلته. تقرر المحكمة إيقاف الولاية متى ما اعتبرت الولي غائب أو كان قد حكومة بعقوبة مقيدة الحرية لمدة تزيد عن سنة، ولما تقدم قرار الحكم بسلب ولاية المدعي عليه على ابنته فاطمة وتنصيب المدعي. إذا ناطيج القاضي ناطيج نصبش إيه زين لا هسه هاي أنت ما استخدمتيها بعد طلعتي لها جواز لا دا هاي على هاي طلعتي لها مرتين جيت ورفضوها وقالوا إلا هم أمر قاضي جديد إنه يحدد لي بين قوسين إصدار جواز سفر. راد غيداء هنا القاضي يقول قررت المحكمة الحكم بسلب ولاية المدعي عليه على ابنتها وتنصيب المدعي وصية مؤقتة. هذا مصدق باعي ما قلنا تنصبت بقوة القانون لها حق مع احترامي للست سيدي من جدتي ما قدمت لي هذا القرار اي انا مشيت على الحجر والقيمومة خاطبت المحكمة المحكمة ما قبلت تصدر لها موحد والولاية والوصاية بعد غيداء الحجر والقيمومة واحد اي هسه اوكي ماشي 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 لا بس اوكي هسه هذا مصدق الاصلي عندك ما جايبته راح تجيب الاصلي التبين ما تجيب الاصلي اليوم خميس طلب صحة الصدور هذا حتى ما يضيع عليها اليوم من تجيب الاصلي اعتمدي ومنحيها شكرا شكرا اي بس بالمطار ما يوقفوني لا ما يوقفوش هذا قرار قاضي وانت وصيه اي انا وصيه اي والله صار مرتي راجعت الجواز يعني صار سنتين ثلاثه قرار قاضي ما قدمته انت وفق القرار مو وفق القرار انت الحجر والقيمومه وقلنا ليش راح يرفضها القاضي وتناقشنا بالموضوع هاي العام تناقشنا مو اني هم اعتمدوا عليه انت غلطانة ما مقدم فهمني هيجي مو انت لا تقول انت هم ما حد انت المحامي حاط طلع لي الوصايا اي غير بعد اني امشي بيها كملت الوصايا اي كملت غير يقول لي بعد انت وصيه روحي رحت الجوازات زيونه جيت هنا ما جايبه حجه وصايا جايبه حجر وقيمومه لا لا رحت الزيونه قبل سنت هم راجعوني قالوا ما يصير روحي للعام هسه احنا وقعنا على العله الحمد لله تي صحة صدور هاي حجة الوصاية وراح تجيبين يوم الأحد لو الاثنين ونساعدك إن شاء الله ما حد يوقفش لا بمطار ولا بشي ما حد اثنين أجي هنا أراجع راح تاخذ راح تاخذ على المطار هي تاخذ حجة الوصاية نفس حجة الوصاية هي هاي كافية يلا مو وقت شكرا شكرا مشاهدينا الكرام بدينا الجولة الميدانية مع السيد العميد ماجد وأيضا برفقة العميد ضرغام مدير إعلام العلاقات والإعلام نرحب بك أجمل ترحيب سيادة العميد ألف أهلا وسهلا بك وبالقناة العيام القناة متعاونة جدا مع دائرنا دائرة الأحوال المدنية والجوازة كنت تعاونك طبعا بالتأكيد لا بالعكس طبعا للأمانة دائما ما نتصل عليكم أنتم تكون دائما لهبة الاستعداد وهذا الشيء يحسب لكم إن شاء الله مشكورين واحنا حاضرين بالخدمه جزاك الله خير عميد الرام سياده العميد ممكن نجول نشوف المواطنين عندهم هنا عندنا قسم الشؤون القانونيه يعني المواطن اللي عندنا مشاكل اكو تبعات قانونيه على المعاملات مالته تجديد تلف فقدان قرارات قضائيه حجج الوصايه من الخارج الوكالات كليتها من هنا تبدا معالج قاعه الانتظار برا بالداخل هناك لا تقدر تفضل وياي السلام عليكم الله يسعدك عندكم مشكلة هنا شلون الإجراء؟ أنا عندي وكالة كندية سواها زوجي من السفارة الكندية أوكي تحتاج لها تصديق
طبعا هو انا جايبتها من السفاره، ما ادري ليش تصديق. اوكي تصديق، مشيت بيها ومشيت بيها للقنصليه بالنجف، صدقوها وديتها للجوازات بالسماوه، قالوا لي ما يصير نسوي جوازات الا صحه اصدار صدور. زين صحه صدور موديها من 1/8، اجيت هسه قالوا لي بعدها ما واصله، والحد ما توصل نوديها لاوتاوا ترجع لكندا وترجع ثاني مره. زين اذا ترجع لكندا وترجع ثاني مره، خو من البدايه اسويها هنا وارجعها لكندا في البدايه هنا؟ ما اعرف، انا راسي جيت الوكاله سويتها بالقنصليه، خلصت القنصليه جيه تجين هنا القسم القانونيه عن طريق المراسلات نطلب صحه صدورها. صحه صدور، زين هسه اجيت انا صحه صدور راح بالمراسلات انت، هذا الطريق انت اللي اختريت هاي الفرق. ليش ترجع لاوتاوا ثاني مره؟ هي من صدرت من اوتاوا غير نتاكد من صحه صدورها. زين ما يخالف، اذا انا سفري خلال اسبوع هاي ايش وقت ترجع لي لحتى اسوي الجوازات العراقية؟ مراسلات الكترونيه اي، بس هاي يعني كلش بروسيسنج يعني. ماما بي كوايت ليتل بيت. اي نعم، يعني هاي كلش تاخير علينا. انت لو من البدايه مثلا جايه لهنا ابو المراسلات دازها بالمراسلات كان رجع الجواب بسرعه. قانون واحد عندكم بالعراق صح لو غلط؟ القانون يمشي المفروض على الكل. صديقتي نفس الوكاله ونفس الشيء، راحت للقنصليه النجفيه صدقتها مثل ما انا، ورجعوها للجوازات اعطوها الكتاب يدوي، رجعت للقنصليه بالنجف سووا لها بنفس الوقت. ما ليش ما ساعدتك؟ ما اعرف ليش ودوها دزوها لهنا، ما اعرف ليش دزها. زين اذا ارجع هسه انا من 1/8 لا لا انا مصدقه طبعا من قبل 1/8 انا مصدقه. دارتنا ايش وقت اجيت؟ اول يوم، اول يوم، اول يوم، بس لانه بعد ما عندي وقت وانا انتظرت 10 ايام. انت هسه اليوم اول يوم صار ايش قد من جيت هنا؟ قعدت هنا تقريبا ساعتين. ساعتين انتم كنتوا متعاونين؟ انا اقول لكم انهم متعاونين انتم، يعني صراحة متعاونين وياي، بس انا اقول ليش هذا المشكله جاي تصير؟ موضوع انت احنا خاما هي كلها تزور وخاما كلها تستغفر الموظف و لا، بس اكو موضوع البعض يجيب وكاله صادره من الخارج محتواها مزور، هذا يسبب لنا حرج ويقع ضابط المختص بإشكال قانوني وان كانت مصادره من عندنا، ويتحمل مسؤوليته جهة أخرى، بس إحنا مع هذا حفاظا على حتى لا تكون مشكلة بالعائلة أو ترجع علينا مردودها السلبي. إحنا حكينا قبل شوي بهذا الموضوع، نتأكد من صحة صدورها. مع هذا هسه خلي الموضوع ماشي، صحة الصدور تجين علينا للمكتب تقدمين طلب تعتمد، إذا أصولية تعتمد صحة الوكالة بإصدار جواز السفر، وبعد ذلك نحن نتأكد من صحة صدورها. إذا بها مشكلة نقيم عليها دعوة ونبطل الجواز، تتحملين أنت المسؤولية القانونية. إذا ماكو الأمر طبيعي. زين أسبوع تتوقع؟ لا ماكو أسبوع، هسه تجين علي ومنتهي. شكرا جزيلا. بس شغلة واحدة، إنه إذا ما خلصت اليوم معاملتي وأنا تدري بيها بعد خلال أسبوع لازم أمشي لأن مدارسهم. إذا ما خلصت اليوم تخلص الأحد. شكرا جزيلا. ان شاء الله تخلصون اليوم. والله ان شاء الله، لان احنا من السنه بعد وقت هسه انتم بس انتم يعني الجديات والله، يعني مو قدامكم بس كلكم متعاونين. اليوم احنا ما نريد نحكي، يعني مواطن من السماوه دازي على مود موضوع جواز وفقدان، فهو عايزين انسان نعطيه كتاب يرجع للسماوه، خاف ما يفتح يعني ما يستوعب موضوع الكتاب. قلت له تعال، دا اقول لك على استثناء من الرقعه الجغرافيه موضوع تنظيمي، يعني ابو المحافظه من حقه يطلع. احنا عندنا تحفظات على هذا الموضوع لان اكو برنامج خدمه سريعه وما خدمه سريعه، هذا ما ياثر انا بالنسبه لي. المواطن هو حق ياخذ، لان انا احسب الخدمه السريعه لازم ابو الخارج هم اخذ منها رسوم، وهذا يدخلني باشكال. فاستثنيناه من الرقعه الجغرافيه، طلعنا له جواز بالنا صلاحيتنا. اي فاحنا ما عندنا مشكله، هسه شوف شلون نعالج بابا.
سؤال واحد، يعني بدل ما الإشكال هذا اللي جاي يصير لكل الوكالات، نعم. لنفرض إحنا كندا أو أمريكا أو أي دولة ثانية، زين أكو شيء تقدرون تسهلونه بدون ما ترجع لأي دولة جاية منها؟ يعني هم ذيك الدولة تقدم لكم خدمة؟ الموضوع ما متعلق بينا إحنا، هذا موضوع متعلق بالخارجية، موضوع جاي عن طريق الخارجية مو عن طريق طريقنا إحنا. إحنا هنا مثلا الوكالات اللي موجودة عندنا بالداخل اللي يحصل بيها الشك نطلب تيسها صدورها. الداخلية ما يبي يصير بيها شك، بس خارجية سفارة كندية. إحنا ليش ندصحها الصدور؟ لين عندنا مشاكل هواية، دعاوى هواية، قام يصير ضحيتها ضباطنا وموظفينا. البعض الحالات هي عمت على جزء كبير يعني، بس أكو أمور إحنا نشوفها مثلا نقيس إذا الحالة لا بأس بيها ماكو مشكلة. مثلا حجة وصاية، جايبة حجة وصاية إنه زوجها متوفي وصار من الخارج قبل 3-4 سنوات، بعد هسه من انتهى الجواز العفو اكتشفنا إنه الأب موجود وهي يعني أكو أو مطلقة طلعت. يوضح صحة الصدور بالمراسلات اللي تسيدها. هنا عبارهم صحة صدور ندش الأوتاوا مثلا. صحة الصدور بالمراسلات، مراسلات ورقية. برد الكتروني. بريد الكتروني. يعني خلال 72 ساعة. إيه أكو عدة بريد إيميل إذا الأب بالخارج ندش لهم إياه يعطينا عدة ممانعة، إذا الأم ما مسوية وكالة هم نقدر نعتمده. صح هذا الوقت هو فارق الوقت. إحنا هنا أكو البعض يعني يجهل طريقة العمل مالتنا، إذا سواء من مواطن العفو سواء مواطن أو بعض الموظفين، لكن عندنا مدراءنا كفوين يعرفون الموضوع، يخاف على الكادر مالته، يخاف على دائرته، يخاف على مصلحة الطفل. تمام. إذا تصير له مشكلة يعني أنت إحنا وخما كلهم موقفهم سليم، قلت لك أم وأب تعاركوا على جواز بالتسليم يعني موجودين بالدار المشكلة صارت، فصير المشاكل. أنت ليش شوفين اليوم لو الأحد تدللين. عقيد عمار السلام عليكم. عليكم السلام. الله يسلم بك المسؤول القادم. يا مرحبا ألف هلا بك الله يحفظكم. هاي يعني شكرا إن شاء الله مقضية الحوائج إن شاء الله. شكرا جزيلا. اعتمد اللي جايبتها وظل بإجراءاتك مشي. تمام. منحها الجواز ومشي الإجراء الأصولي. هاي سمعتي؟ نحوش الجواز؟ تأخذين الجواز وإجراءاتنا راح نبقى ماخذين. شكرا جزيلا. إذا تريدين يعني أنتوا وين بطاقة السكن مالتكم؟ خلي سوي طلب لو طلع إذا ما قدرت مكتب الموفدين. عندي أحد ساكن ببغداد؟ عندي جواز أجنبي إقامة. هاي جوازات الكندية. إقامة وبطاقة السكن واحد من بغداد وحولها على الوافدين جواز بلدانة. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. منو عنده إشكالية؟ مدام مدير الجوازات موجود تصديق اسم، تصديق اسم غلط بالاسم الاول قالوا بس روح تاكد من عنده صح صدور جيبه. يعني مسوي تصحيح اسم اي فمغير البطاقه الوطنيه مو على القديمه، بس بالجنسيه قطنه بجواز سفر قطنه. نعم القديم والهاء مو بالفاء والقاف. قطنه وفته. اها اي شو ايش قالوا لك؟ كملت ان شاء الله بس شمل القانونيه يعطوني اياها. كتاب للدائره وكمل. يعني ما عندك مشكله؟ لا لا الحمد لله. جيد الحمد لله. يعني صار لك ايش قد من جيت؟ تقريبا ساعه بالاجراءات وكملت ما 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 حد طلب منك يعني خلي مو سيد العميد فلوس كذا مشي لك معامله؟ لا لا ما ماكو شيء. لا 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 قلت ليش ضحك؟ وياك تفضلوا. اموركم شلون مشيت؟ ما بي عرقله؟ لا يعني الحمد لله تمام. احنا انسرقت مالتنا فجينا على نقدم، سوينا قرار قاضي وشرطه وهذه، وهسه اجينا نقدم الغرامه ونسوي جديد نطلع. الامور تمام يعني ماكو اشكاليه. يعني
توضيح ليش انه يعني التكلفه غاليه على الغرامه يعني فوق ما مبيوقين انه قرار قاضي؟ نعم قرار قاضي اكيد مو يعني هو من عندهم بس هو يعني ليش انه هيك اخذ منكم على كل جواز 250 حتى تحافظوا على الجواز لا يعني انسرقت احنا مو احنا انه يعني هي جوازات وهي معاملات لكن اجتي انسرقت يعني هسه وخاصه اكو هسه ترى طاشه يعني موجوده شغله اتمنى من شلون نقول هاي يديرون بالهم الامن الوطني هاي انه دا ياخذون جوازات العالم ويشتغلون يدخلون يسوون عليها اموال بيضاء يعني ويأجروها تغسيل أموال بالضبط أحسن فأرجو أنه أحد يعني يشوف هذا الشيء في بعض الأحيان قناعة القاضي بدون غرامة يطلب مقتنع هو حسب قناعة القاضي وينظر على ضوء الدعوة دعوة المواطن اللي يقدمها تمام أنا أجيت أنا وزوجي هنا وزوجي عنده فقدان فالفقدان من أنا فجبت بيتي وياي المفروض العراقي من ضمن المحافظة مين ما يريد يصدر جواز هسه قالوا لي لازم بصالحية الجغرافيه اللي هنا بس هو العراق المفروض من الموضوع هسه المفروض العراقي من اي مكان تروح للصالحيه الصالحيه لان حيصير عليه شغل شاذ زوجك هذا كملي ياخذ القرار وانتظريني بالمكتب بعدي تسوي لك استثناء من رقعه الجغرافيه ونطلعك من مكاننا اللي هنا شكرا جزيلا ممنونه جدا هاي معاملته ها معاملته التشابه اسماء الحمد لله شكرا عم الثاني الجماعه يعني ما ادري امدح السيد العميد ايش قد تاخرت ما تاخرت 5 دقائق للامانه احكي دققوا لك اياها بالقانوني بالقانوني وبالحاسبه بالحاسبه ايه؟ ماكو مشكله لا الحمد لله شكرا شكرا جزيلا للساده الضباط شنو هنا هاي غرفه العمليات هاي عمليات يرجع للسجلات حتى ندز للمحافظه قيود حتى لا يروح مثلا محافظات خارج بغداد تقول له روح المحافظه وتجيب لي صوره قيد نرجع للعمليات هنا يجي المواطن منظمه تبسيط الاجراءات اي المفروض هيك شيء هويه احوال ما واضحه رقم ما واضح بدل ما يروح المحافظه الواسط لصلاح الدين الكركوك هنا بغرفه عمل خلال ثواني طلع صوره قيد يعني نلقاه مثلا بعض المديريات لو بس فقط بالعام احنا بالنسبه لنا هنا العمليات مالتنا لان هاي غرفه عمليات مشتركه بيننا ونستعين بها فاتصال هاتفي نوبات يصير السلام عليكم سلام ما عندي مشكله بس مراجع منها تدقيق واخذ الورقه وراح ارجع لل ايش صار لك من جيت لهنا لهالمنفذ 10 دقائق يمكن تقريبا مشت معاملتك لو شلون قدامي تقريبا وصل السر يعني قدامي كلهم مشوا يعني ماكو عرقله ما حد طلب يعني اكون امينين ما حد طلب مثلا يقول لك اساعدك بمبلغ بشي. لا 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 ماكو شيء الحمد لله لا الامور ماشيه الحمد لله صار اليوم انا ماكو شيء شلون بدي اشوف اجراءات قبل عن هسه والله بدي تمراجع اي اكيد طبعا اي يعني انا والله حتى يعني صار كان عندي صحه صدور على الديوانيه فسووا لي عبر المراسلات يعني ما طول يوم يعني قبل كان يطول شهر يمكن يعني ها بريد كان هو كان كانت بليد يعني كانت بليد فهي اكيد اي الالكترونيه احسن اكيد اي توجيهات مدير عام والسيد الوكيل الاقدم تبسيط اجراءات ممتاز اي فاحنا لا نعتمد الالكتروني ولا المشي اي شيء مع المخاطبه طبعا مدير جوازات اهلا وسهلا اي هم الشباب هنا إضافة على كلام السيد مدير شؤون الجوازات إذا لاحظ صفحة موقعنا مع المديرية مديرية الأعمال المدنية يومية جولات ميدانية لمدير الجوازات والمدير العام وين على نفس الدوار واقع هذا على الميدانية هاي نفس شلون هسه شلون افترينا ويا القناة مالتكم يفتر على المواطن يومية هاي مستمرة حتى أي مواطن عنده مشكلة حل آنية من قبل مدير الجوازات أو مدير عام هاي المواطن يوم أتاوى لو جاي يعني مثلا مباشرة تقدر اكو امور نقدر نحلها بس بما مثلا انت موجود خليت عمل وياك روتيني انت معقول مستقر ماكو مشكله اذا انتظرت اليوم خميس تجيني الاحد لو اثنين هاي هسه اذا اقول تعالي الاحد وما راح تجي صحه تصدريها باقي لها عدة بس اسبوع اعتمدنا بطاقه السكن مال شقيقتها اللي ببغداد الاقامه مالتها الاجنبيه وفق تعليمات المقيمين بالخارج وراح نمنحها من هنا جوازات لاطفالها وانتهى موفقين ان شاء الله شكرا جزيلا مشاهدينا الكرام وما زلنا بهذه الجوله الميدانيه في الجوازات العامه لكن نتواصل بعد الفاصل
السلام عليكم. وعليكم. شكرا عين زين ان شاء الله. شلون كانت الاجراءات؟ تفضل يا دكتوره. احنا سمعنا بكم دكتوره ايمان عبيدي اخصائيه مال ايكو مال القلب. اهلا وسهلا. المحامي ستار تميم زوج. شرفنا شرفنا حبيبي. شلون كانت الاجراءات دكتوره؟ والله اجراءات رائعه بحضور السيد العميد، يعني سهلنا هوايه امور والحمد لله وشكرا. كان في اكو بها نوعا ما من التعقيد يعني؟ لا احنا رحنا على الخدمه السريعه فما كان اكو تعقيد. بس هي بس يا حبذا انه احنا نتحول للحكومه الالكترونيه، يعني هو هذا اللي احنا نريده. نحتاج الحوكمه تعرف لان احنا يعني معظمنا يعني موظفين. كلش كبيره لما رحتي سويت صورتي الكترونيا صوره القيد الالكترونيه مالتك، اخذوا البايومتريك مالتك بصمه العشريه بصمه العين، قطعتي جزء مهم. اذا توأمت الجواز الالكتروني هسه اللي راح ينطلق الجديد ويا البطاقه الوطنيه صارت عندنا البصمه العشريه مالتك والفيس والعين كليته راح تكون عندنا موجوده. يعني تروحين البوابه الالكترونيه بالمطار ياخذ الوجه راح تنفتح البوابه والكارت مالتك وتطبين على الجواز عادي. هاي الحوكمه الالكترونيه احنا قاعد نمشي بيها، يعني مديريتنا تقريبا اقول لك مديريه الاحوال المدنيه والجوازات والاقامه هي منفرده بيها ودنعمل جاهدا على هذا الموضوع ومن زمان مو هسه. يعني ايش قد وصلت مرحله الانجاز بيها؟ على وشك يعني نتوأم هسه احنا يعني نمشي نتوأم البطاقه الوطنيه والجواز الالكتروني بس بنتهين نكمل البطاقه الوطنيه تقريبا هسه 24 او تقريبا راح يوصل العدد يمكن 27 مليون 27 مليون بطاقه وطنيه. بعدين راح نتوأم المنظومتين عمليه بسيطه مشتركه تصير بيناتهم وينتهي الموضوع اللي تفضلين به. هي يا حبذا كل دوائر الدولة تصير يعني إلكترونية، يعني تخفف على المواطن حتى تخفف الازدحامات اللي بالشارع. يعني هسه الناس كلها طالع ماخذة إجازات من الدوام زين، وطبعا تأثر يعني من ناخذ إجازة راح أثر على المرضى مو تمام، وهو راح يأثر على القضايا مو تمام. يعني هي كل موظف يعني حتى الموظف أمانة العاصمة هو مهم إنه يكون بمكانه مو تمام. تشخيص صحيح دكتور، واحنا محتاجين الدول الاقليميه تمتلك هاي المواصفات كلها كل الدول ما احنا كل الدول. بس انا عندي يعني شقه من الامر. الشق الاول يعني فعلا انا دخلت على عميد ماجد ومدير داره يعني عن غير سابق معرفه ودخلت عليه وقلت له اني محتاج انه سهل امري. ففعلا اكو حكمه للامير علي سلام الله يقول في سعه الاخلاق كنوز الارزاق، فكان صدره رحب جدا وصدقا انا ما اجامل بها. يعني سهل امرنا كانما احنا اخوانه، وهذا انا اشكره الشكر الجزيل لعميد جان. واكو تعليق ثاني يعني هو الشق الثاني، يعني يا ريت الدائره تتفق مع احد المصارف وهي اللي هنا داخل الدائرة، يعني بدل ما أتعب احنا واروح برا ممكن يكون خطأ بالصك هنا داخل الدائرة. وبعدين اكو استمارة استاذ، اكو استمارة تلاحظ هاي الاستمارة هذه تكلفتها 10,000 برا، مع العلم هي ما تكلف يعني انا سويتها 10 مرتين سويتها 10 اخذوا 20. بس انا ها يعني انا قصدي هي الصراحة هي خدمة للشعب العراقي. أنا ما أقول لك كل إنسان يخدم من موقعه. دكتورة إيمان عبيدي الآن عندها برنامج بالكشف المبكر عن أمراض القلب، سوينا فحوصات هائلة بالعراق من ضمنها أيتام كنائس، سوينا مؤتمر شكو طفل حتى لو كان بدرة وجصان احنا جبناه واشتغلنا عمليات مجانا. إنما المؤمنون أخوة، احنا كنا أخوة طبعا كل واحد من موقعه، الجوازات الصحة التربية التعليم. فاني اشكر عميد ماجد شكر يعني جزيل، واحنا ما نكتفي بهذا والله. اذا انا اصلي بجوف الليل ادعو له بالدعاء. تقبل الله اعمالكم ان شاء الله. للاخ الاستاذ التميمي، اول شيء واجبي تجاههم انه انا ارحب بهم واسهل مهمتهم، وهذا مو جميل من عندي. ثاني شيء مع الاخ التميمي والاخت العبيدي يعني محط احترام وناس مقدمين خدمه للبلد بدون طبقيه يعني، وحتى الناس الفقراء احنا نتعاون. الشق الثاني من الدفع الالكتروني او الدفع الصكوك او التعامل مع المصارف، المديريه كملت
عمليه مشروع الدفع الالكتروني. يعني انت باستطاعتك على الكي كارد مالتك تدفع الرسم بدون صك وبدون او الماستر كارد بدون صك وبدون ما تروح وتجي. باقي عندنا موضوع طباعه الاستماره، الاستماره باستطاعتك تدخل على الموقع بالبيت تمليها وتدفع الكتروني، يعني بعدين فتح الالكتروني تشتغلها من يمك وتسحبها وتجيبها، يعني تقدر ما تروح عليهم. اي يعني عندنا على الرابط اي الاستماره انت تطبعها وتسحبها تجيبها مجانيه يعني، والفايل مالتك طبيعي. بس المشكله معلومات يعني النوبات لا قد يكون ما يعرف الاخ يمكن او ما تدري بيها هاي المعلومه. هذه ما دخلت على الموقع. اي 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 لا موجوده على الموقع، موجوده على الموقع تقدر تبنيها بالموبايل مالتك وتسحبها من اي مكتب وتجيبها. والدفع الصكوك راح يصير الكتروني قريبا ان شاء الله. ما نجي للدائرة على مود ما نثقل عليكم، كلها الكترونية تصير ان شاء الله كلها. باقي احنا شنو عندنا المشكلة جاية المواطن تعرف اونلاين الصورة عندك البايومتريك اونلاين اني ناخذه من المواطن، فلازم يجي يحضر امام الشاشة مالتنا. نحن عندنا حقيبة محمولة يقدر يستعين بنا المواطن مقابل رسوم سيادية للدولة، واحنا ننتقل لكم للبيت نمشي لكم وياها. هاي قد مو كل واحد يقدر عليها، بس احنا يعني عسى انه مثلا بالقريب العاجل هم نعبر خطوه حضور المواطن لهذا. هاي شرادها محطات خارجيه ثابته بمكانات معينه يخلي الاي دي كارت مالته يحمل اي يحمل المعلومات مالته، يصدر جواز، يصدر بطاقه وطنيه. هذا موضوع باقي خاص بي، هذا موضوع تدرون يعني احنا بالفترة الأخيرة يلا توجهنا التوجه الإلكتروني بعد الأحداث داعش والتنظيمات اللي قبله والنظام القبله، هسه التوجه الإلكتروني والتطور اللي حصل ترى احنا يعني ممكن صارنا فد 4-5 سنوات مبلشين بالمشروع، وان شاء الله احنا حاسبين لل 25 مكملين كل شيء. كل شيء يبدي بخطوه، فان شاء الله يعني عدينا. هو اكيد كل انسان ممكن يصنع له تاريخ. طبعا انا احب اقدم خدمه للدائره. انا وزوجتي الدكتوره ايمان عبيدي اذا حبت الدائره نخاطبهم بكتاب رسمي لفحص منتسبي اطفال الجوازات اللي عنده مشاكل بالقلب، فتحه بالقلب او عمليات تحتاج له، راح تكون كل الاجراءات مجانيه ابتداء من فحص الايكو الى اجراء العمليه. يعني هذا تقديرا وتشريفا لهذه الدائره اذا حبيت، واذا ما حبيت نقيم هنا حمله ويجون كل الاطباء يفحصون وكذا. اي شخص عنده هنا ابنه يمكن لاقاني احد الاخوان بالمكتب بدي على فتحه بالقلب جيب لنا عميد الرغام التميمي مدير العلاقات والاعلام ابن عمك ويا بنت عمي يعني عميد الرغام التميمي راح ينسق وياكم ونرتب هذا الموضوع الانساني واماتي الخير لكم وان شاء الله. كوادر كلهم اختصاص قلب واطفال، وراح يكون موافقه وزاره الصحه اكيد احنا نخاطبهم يطلعون يمكن دائره الصحه الدوليه ويانا. بالمناسبه منظمتنا اسمها منظمه الرحمه لصحه الطفوله تابعه طبعا ان جي او تابعه للمجلس الوزاري اللايسنس ماخذيها، وبالعراق نعرف انه من الاحداث مال 2000 اكو 12,000 منظمة، فالكل يشتغل يعني بجانب تخصصه بالطب بالقانون بالاقتصاد بالهذه، فاحنا نحب ان نقدم خدمات ما كان لله للكل ان شاء الله. جزاكم الله جزيلا. تعبناكم بس الحديث ممتع. من نخلص نرجع نعطيك التليفون مالتنا، اذا حبيتوا نسوي حمله احنا نخاطبكم كتاب رسمي ويجون ويانا ايضا وزاره الصحه. واللي راح يطلع عنده عمليات انا اوعدك اللي عملياتها داخل العراق راح تكون مجانا. شكرا جزيلا. هذا سبحان الله يعني الناس تقدم خدمه تجيها ناس تقدم لها خدمه. لا هم اجوا البارحه كانوا مزعوجين تعبانين، قلت لهم ريلاكس شويه هدوء موضوع طبيعي جدا. خابرت لهم البطاقه الوطنيه صراحه ابدوا المساعده لهم مقدم علاء العبودي وعقيد بشير وتعبوا وياهم.
خابروني قالوا كملنا معاملة الدكتورة والأستاذ التميمي. فساني بخير ما يروح ان شاء الله. بخير ما يروح كانوا يصور كانوا يفتح الباب كانوا يصورون ان الموضوع طويل ومعقد وهم عندهم التزامات بس هم كملوا وراح يسلم موفقين. مشاهدينا الكرام، بعد ما شاهدنا نحن وياكم هذه الجولة داخل مدينة الجوازات، طبعا في ختام هذه الجولة الميدانية والحلقة الميدانية بدورنا راح نشكر السيد العميد عميد ماجد عدنان. شكرا جزيلا. شكرا لهذه الجولة. شكرا لهذه المعلومات. جهودكم وتعبكم ويانا وتقديمكم هذه الخدمة للمواطن ويانا ومساعدتكم منا، إن شاء الله مستمرين بتقديم الخدمة للمواطن. أحسنتم. كان سعادتنا بصراحة هي إنجاز معاملات الناس. يعني والله توجيهات السيد وزير الداخلية سيد عثمان غانمي والسيد الوكيل أقدم حسين عوادي وبشراف مباشر من السيد اللواء رياض الكعبي ومتابعته اليومية إنه وإحنا جوالين ويا المواطن والإخوان كلهم متعاونين ويانا، إن شاء الله نقدم ما فيه خير للمواطن. واجب نهار. شكرا. شكرا. وشكرا بصراحة للأمانة على تبسيط الإجراءات الحكومية. والله. هذا الروتين اللي كان جاء. إن شاء الله كله يتذلل. إن شاء الله. ننتظر الإلكترونية. إن شاء الله. إن شاء الله قريبا قريبا. جزاكم الله خير. شكرا جزيلا عميد. إذا مشاهدينا الكرام في ختام الحلقة نتقبل منكم كافة الاتصالات إن شاء الله تكون عبر برنامجنا في الحلقة القادمة على أرقام الهواتف راح تكون دائما أسفل الشاشة. مشاهدينا الكرام يوم السبت القادم في الساعة 9 مساء سنكون بث مباشر إن شاء الله. في ختام الحلقة تقبل تحيات هذا البرنامج وأنا معدوم مقدم البرنامج حازم الحربي. ألتقيكم يوم السبت القادم في أمان الله.